يقول: ما حكم تعليق بعض سور القرآن في المنزل وذلك لتذكير أهل البيت؟ ما كان السلف يعملون هذا، يعلقون القرآن على الجدران. هذه ظاهرة حدثت أخيرا، القرآن يكرم ويعزز في صحف مربوعة مكرمة، يكفي المصحف تقرأ فيه، ولا حتى المصحف ما يحط في البيت لأجل الحراسة أو لأجل الحرز، لا يجوز هذا، لا يجوز أنه يتخذ حرزا أو يتخذ على أنه يحمي البيت، ما يجوز هذا. ما أنزل القرآن لهذا يكون حروزا، إنما أنزل لتلاوته والعمل به وتدبره. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل عن تعليق دعاء كفارة المجلس. وكذلك هالتعليقات وهاللي تلقى في المساجد هالأوراق هذه ما لها داعي، إذا كنتم تريد نفع الناس علموهم، علموهم هذه الأذكار، بينوها لهم، أما مجرد أوراق حذفها في المساجد هذا أيضا يفتح باب للناس الذين يريدون أن يوزعوا أشياء فيها ضلال، فيها بدع، وربما تخل بالأمن، فلا تفتحوا هذا الباب أبدا. نعم.